يا حنان في ايه يا ماما؟ ايه يا مريم مالك؟ احمد اخد باسبوره. معقول؟ يعني سافر؟ اكيد. طب سهل نسأل ونعرف، بس يكون راح فين؟ سوريا. قالوا اكيد انه راح هناك. خلاص انا هسألهم واعرف كل البيانات اللي احنا محتاجينها. اتفضل يا انكل. مش وقت يا بنتي، انا هعمل شويه اتصالات بس عشان اطمنكم، وان شاء الله هطمنكم. طب يا ماما حضرتك كل حاجه، لا كلتي ولا شربتي من ساعه الحكايه دي؟ في حد له نفس ياكل ولا يشرب في الظروف اللي زي دي؟ الو مروان بيه، والله انا قصدك في خدمه سريعه ومهمه جدا، ربنا يخليك. اكتب الاسم ده عندك، احمد محمود الغمري. ايوه يا صفية، سافر سوريا؟ الحمد لله الحمد لله. ايوه ايوه يا حبيبتي، انا متشكره قوي، لما اشوف هعمل ايه هبقى اقولك. مع السلامه. ايه ده، سافر فعلا؟ دقت بيه الدنيا، خد بعضه وهج. طب هو في مكان يقعد فيه هناك اصلا؟ انت ناسي ان بابا ليه هناك كافي شوب او ريستوران حاجه زي كده؟ حنان تقصد فيه هناك مكان جاهز للاقامه؟ اكيد هيتصرف يعني، ان شاء الله حتى ينزل الفندق. غلطان غلطان يا اخوانا من ساسه لراسه، كان قال لي انا وضبت له كل حاجه، ده زي ابني والله، حته مني مش كده باخده هنا. عمر اهدي يا مريم، الحمد لله انك اطمنتي انه بخير. الحمد لله الف مره. الحمد لله. انما يعني حضرتك مشاركنا القعده كده ولا كانك عملت حاجه؟ انا غلطت وصلحت غلط يا عامر بيه، وترجيت حنان كمان عشان تسامحني، وبشهدكم كلكم عليا اني عمري ما هزعلها تاني. مش وقته الكلام ده دلوقتي، نطمن على احمد الاول وبعدين نبقى نشوف حكايتكم. طب ما تكلميه يا ماما، قولي له يرجع تاني، البيت من غيره مش هيبقى له طعم. هكلمه فين يا حنان؟ وانا هطوله ازاي؟ طيب وهتعملي ايه دلوقتي يا عمته؟ هسافر له فورا. تسافر ايه؟ بلاش كلام فاضي. قصدي يعني انا هدخل اجهز حاجتي. احجز لي يا عمرو من فضلك. استني انا هسافر معاك يا مريم. او انا سافر معايا فين؟ هو انا عيله صغيره؟ خليك انت في شغلك، انا هاخد معايا حنان. لا بقى الحكايه كده ما تسكتش عليها يا اخوانا، دي بقت فوضى. ما تروح شغلك يا عمر. حنان كنت عايزك في كلمتين لوحدنا. بقول لك ايه يا ممدوح، الموضوع مش هيتحل في كلمه وكلمتين، البنت اتهانت اهانه كبيره قوي. يا عامر بيه حنان لسه مراتي وعلى ذمتي، وكل الحكايه ان انا هقول لها كلمتين، وبعدين حضرتك ما تقلقش احنا مش هناخد اي قرار الا برضاكم. خلاص يا حنان روحي معاه. افندم. حنان انت لسه بتحبيني فعلا ولا نسيتيني خالص؟ هو اللي حصل منك ده ليه علاقه باي حب او اي مشاعر؟ يا حبيبتي كل انسان في الدنيا معرض انه يغلط او يسيء التقدير، بس لما يصلح غلطته يثبت حسن نيته ويأكد ان اللي عمله ده عمله هو ما يقصدش. وانا ايه اللي يضمن لي ده مش هيتكرر تاني، سواء مع نفس البني ادم او مع اي واحده تانية؟ اي واحده تانية ازاي بس يا حبيبتي؟ بالنسبه لمرات مراد انا قلتلك ان ده كان سوء تقدير مني، وانا جربت الحاجه ووقعت فيها وتأكدت ان ده ما يناسبنيش. يا حنان انا ما حبيتش ولا احب حد في الدنيا دي كلها قدك، عشان خاطري بقى سامحيني وارجعي معايا. بالسهوله دي يا ممدوح؟ هو ايه اللي هيصعبها بس يا حبيبتي؟ يا حنان انت مراتي ولسه على ذمتي، وانت سامحتيني وقلبك الطيب الحنين ده سامحني وباين في عينيك اهو. حنان عشان خاطري يا حبيبتي سامحيني المرة دي وارجعي لي، وبلاش نضيع قصة حبنا، وأنا وعدك يا حبيبتي مش هعتب بيت مراد ولا أروح أشوف الولاد إلا وأنت معايا، أو إن شاء الله حتى
اخلي مامتهم تجيبهم عندنا البيت. انا مش انانيه يا ممدوح، انا مقدره احتياج الولاد ليك واحتياجك ليهم، بس برضو كل حاجه وليها اصول. وانا مش هعمل غير الاصول من هنا ورايح، وبالطريقه اللي انت شايفاها كمان. ها لسه برضو عايزه تسيبيني؟ اهلا يا صفية هاني. اهلا يا جيهان، اتفضلي. والله ما نمنا طول الليل من القلق على احمد. وانا والله دموعي طول الليل ما نشفتش الا لما عرفت انه سافر. امال طب مريم وحنان فين؟ مريم بتجهز نفسها لانها مسافره. انا مش فاهم والله سفريه ايه دي اللي عايزه تسافرها دي كمان. ايه يا استاذ عمر متضايق ومش طايق نفسك ليه؟ انا عايز افهم. انت زي ما تكون انت اخو مريم مش انا. لا مفيش، انا يعني بملى في القعده يعني معاكم مش اكتر. بتملى؟ اصل احنا عشره عمر وسنين طويله، وعمر يعني بيعتبر مريم زي اخته زي بالظبط كده. بعد اذن حضرتك، زيك ايه انت كمان؟ شخص غريب مش للدرجات يا مدام. يا بخت طنط مريم انها مسافره، انا سوريا وحشتني قوي. يا ستي ولا يهمك، ما تزعليش، ليكي عليا نقضي شهر العسل كله في سوريا. بطلوا وشوشه، مش وقته. عامر بيه، انا كنت عايزه ادخل اطمن على مريم. طبعا. حنان يا حنان. حنان حنان. ايوه يا خالد. كلمي مامتك عايزاك. حاضر يا حنان. من فضلك عايزاكي تقولي لماما ان انا عايزه اطمن عليها. حاضر يا طن. جيهان من فضلك عايزك في كلمتين. عن اذنك يا صفيه. خير استاذ عمر؟ من فضلك انا عايز اتكلم مع مراتي شويه، ممكن؟ طبعا، ده البيت بيتك يا راجل، اتفضل. بقول لك ايه، انا كنت عايز اقول للواد طارق ان مامته مسافره، ايه رايك؟ ما تتصرفش من نفسك يا عامر، اسال مريم الاول بعدين تزعل. عندك حق. اللي بتقوليه ده تخريف، ازاي ترجعي له بعد اللي عمله؟ يا ماما ده طلقها عشاني، وعمال يتحايل عليا من امبارح عشان ارجع له، وبيقول انه مش هيعمل حاجه تاني تزعلني. انت هتفضلي طول عمرك عبيطه وهبله؟ الحكايه دي جات لك من عند ربنا عشان تفوقي وتعيشي حياتك وتكملي دراستك، وان شاء الله ربنا يرزقك براجل يساعدك على انك تبقي ام. بس انا بحب ممدوح يا ماما، وعايزه اعيش معاه، ما بتخيلش نفسي متجوزه حد تاني غيره. خلاص خلاص، روحي جهزي حاجتك عشان نسافر، وان شاء الله لما نرجع ومعنا احمد نبقى نتكلم في الحكايه دي. ماما انا اسفه، انا مش هقدر اسافر معاكي، انا هرجع بيتي بعد ما حضرتك تسافري بالسلامه. انت بتقولي ايه؟ يعني حضرتك ترديلي ان بيتي يتخرب؟ ايه الكلام الكبير ده؟ انا مش شايفه بيت عمران من اصله عشان يتخرب. ده انت من يوم ما اتجوزتي وانت دبلانه وكل يوم في النازل ومش سعيده، وفي الاخر اخدش مقلب قطم وسطنا كلنا مش انت بس. ما هو صلح اللي عمله وتاب خلاص، والاهم من كده ان انا بحبه وحنت له. وبعدين يا ماما ما تنسيش ان انا لسه على ذمته، يعني ممكن يمنعني من السفر. تفتكري يعملها؟ وان ما عملهاش، ما انا لو سافرت هيروح للتانيه دي. هو ايه؟ عيل صغير هيتجر من ايده ويتاخد؟ لا، بس انا لو سافرت هيحن لاولاد اخوه، وممكن قوي يرجع لها تاني. خلاص يا حنان على راحتك، بس خليكي فاكره انا وقفت جنبك ونصحتك، وانت ماشيه ورا قلبك، ويا عالم هيوصلك لفين. جمال بيه. نعم يا معلم. انا عاوز افهم ازاي سعاده البيه والهانم يسافروا كده فجاه ويسيبوا الشغل؟ لازم في حاجه مهمه حصلت. الله اعلم يا معلم، بس عموما الهانم قالت يومين بالكتير قوي راجعه. ربنا يرجعهم هنا بألف سلامة ونطمن عليهم، جيب العواقب سليمة يا رب. سافرت له من بلد لبلد عشان تطمن عليه، وشوف أنا مرمي عندك بقالي قد إيه ولا حتى فكرت تسأل فيا. يا جدع خليك حقاني، أنت سايب البيت وأنت عامل عاملة منيلة ومتخانق مليون خناقة، وبعدين هي عارفة إن أنت قاعد مع أبوك، وعارفة كمان إن أنت مفضل القعدة معايا عن القعدة معاها، لكن التاني بقى صغير ومالوش حد إلا هي. وبصراحة كده أنت كنت جبار معايا قوي من الأول. لا والله. تعب معايا ولا معاهم؟ أنت قبض يالا؟ منين يا حصل؟ مهم ان هي كمان لما كلمتني كانها بتادي واجب بالظبط، قالوا يا طارق
احمد سافر وانا مسافره له، اسال على اختك وراحت مسلمه وقافله. يعني كنت عايزه تقول لك ايه؟ تعالى معايا يا عمي، تقول لي اي حاجه تطمن عليا، حتى تقول لي اسم بتاكل ايه، صحتك عامله ازاي، عايش ازاي كده يعني. عايش من الفلوس اللي سرقتها، ما اكيد عارفه كده. تصدق ان انا بقيت اتخانق منك يا ابني؟ انا بكسر لك كل اللي انت عايز تلعب بيه عشان ما تشغلش بقى دماغك بالهيافه دي. المهم انا عايزك بقى تفضي دماغك للشغل ولابوك وللخير اللي جاي، وبعدين خلاص احمد وخدت حقك منه وهو سافر وساب لك البلد بحالها. ركز انت بقى في الشغل اللي جاي وسيبك من الهيافات دي. عندك حق يا عادل، انا المفروض بقى ابتدي اتحرك في موضوع الشغل ده، حتى لو بابا مش عايز يدخلني معاه في التجهيزات، انا لازم اثبت له ان انا راجل وقد المسؤوليه، وابتدي اعمل له كل الحاجات ويجي يلاقيها جاهزه ومخلصه عشان افاجئه مفاجاه جامده جدا. هو ده الكلام. انا بصراحه بقى زيت هبتها قمر، ابوكي اخر قساوه معايا. والله يا حسن انا ما بقيت عارفه ايه اللي جرى لابويا، بجد ما بقتش فاهماه. لا انت فاهمه وعارفه كل حاجه، بس انت مخبيه عليا مش عايز تقولي لي. انا يا حسن؟ طب ان شاء الله تشكي فيني، عيني ما اعرف عنه حاجه. يا بت يا بت، انت ما تشكيش ان ابوكي متجوز جوازه ثانيه ولا له بيت ثاني؟ انا عايز افهم انت ايه اللي بيخليك تقول كده. هقول لك، من كام يوم كنت بدور على شقه في المانيال، ما انت عارفه ان انا اليومين دول بدور على شقه قانون جديد ولا حتى تمليك. بصيت لقيت ابوكي خارج من الدور اللي تحت الشقه اللي بحكي لك عليها دي، وعرفت انها شقته، انه حط المفتاح في الباب وقفله وخرج المفتاح حطه في جيبه ومشي. ابويا فريد، انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ جرايه يا بت، هو انا هتوه على ابوكي ولا ايه؟ انا قلت ابوكي بقى لها في قرشين الورث بتوعه وكوش عليهم من وراكو وراح اتجوز على ام الجوازه تانية. طب هات عنوان الشقه دي، ده انت وقعت ومحدش سمع عليك يا بابا. لا بقى، دي مؤامرة وانتم موالسين مع بعض عليا. كلامك في المزة فريد كارت في المزة فرغالي موضبها ولما يجي هنطلعها. كلامك فين الشرب يا فريد؟ كارتين الشرب مع فرغالي ولما يجي هيصبه. جري يا جماعة، انتوا جايين هنا تاكلوا وتشربوا ولا ايه؟ الدور ده مش نافع، فنط من اول وجديد.
على فكرة يا جماعة، أنا بفكر أغير المقر. طارق ابني بقى معايا على طول، ما بقتش قادر أقعد براحتي. ما يجراش، ده حتى المكان هنا بقى دمه تقيل. على رأيك. عموما من بكرة هتصل بالسمسار تدور لي على شقة جديدة، وعلى الأقل تبقى شرحة حبتين. ولما تعرف بقول لنا على طول. طبعا أنت أول واحد هيعرف عشان تيجي تديني الدروس الخصوصية. مساء الخير يا بابا. قمر؟ أيوه قمر. ولا كنت فاكر إني مش هعرف أوصل لمكانك. كويس إن احنا نغير المكان. أحسن. جرى إيه؟ أنتوا مش مصدقين إن أنا بنته ولا إيه؟ قمر حبيبتي ادخلي يا قمر. ادخلي يا حبيبتي ادخلي. طب يا أستاذ فؤاد متشكرين قوي إن بقى نتقابل في اجتماع مجلس الآباء في شؤون الطلبة. يلا مع السلامة. لا بس حلو قوي الشقة اللي أنت قاعد فيها. أحلى بكتير قوي من شقة السطح. فين بوصة بابا أولا؟ وبعدين أحلى بكتير إزاي وأنت مش فيها؟ أنا هفهمك يا حبيبتي. تفهمني إيه؟ تفهمني إن أنت هنا قاعد هايص وإحنا هناك لايسين؟ حلوة قوي بقى هايص ولايس دي. حبيبتي قمر، أنت ما أنتش فاهمة حاجة. الشقة دي مش بتاعتي. الشقة دي بتاعت طارق ابني، وبيجي هنا عشان يستخبى من مامته فيها. والناس اللي كانوا خارجين دول برضو اصحاب طارق؟ ده الاستاذ فؤاد مدرس اللغه العربيه بتاعي من ثانوي، ومعاه 2 زمايله عايزين خدمه. جرايه يا بابا، انت ناسي ان انا شفت الوشوش دي قبل كده ولا ايه؟ شفتيهم فين؟ ايام اللعب يا بابا، ولا انت مش فاكر؟ انت خلاص كده من كتر ما بقيت بتكذب ما بقتش فاكر مين عارف ايه، كله دخل في كله. لا يا قمر يا حبيبتي، الا انت يا قمر. ونبي انا مبسوطه انك لسه فاكر اسم. يا قمر انت مش عارفه الضغوط اللي عليا قد ايه. انت عارفه الفلوس اللي انا اديتها لمامتك دي انا واخدها من طارق ابني، ولازم افضل معاه شويه لغايه ما ينسى الفلوس والا يفضحني. وانت من امتى بتخاف من الفضيحه؟ وانا اللي كنت دايما بصدقك وعمري ما كدبتك، وكنت بقف قصاد ماما عشانك. دلوقتي بس انا عرفت انها كانت مظلومه قوي معاك. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا قمر يا حبيبتي؟ خليك براحتك يا بابا، خليك هنا على الاقل المكان احسن كتير. سلام. استني يا قمر استني. عمر يا حبيبتي انا بعد كده هقعد معاكم انتوا بس، وتسيب العز والشقة الحلوه دي كلها لي. سلام. سلام يا بابا. عمر الله يا بنت. البنت ما بستنيش ولا شربت حاجه. خلاص بقى اللي حصل حصل، انا هعمل لكم ايه يعني؟ يقطع الخلف وسنينه. أحمد.
رد عليك تعمل فيا كده. غصب عني يا بابا. سامحيني. وحشتني. وحشتني قوي يا حبيبي. انت اكتر والله. يا رغم ان المكان معكور بقاله مده، لكن لسه حاسه بنفس محمود فيه كاني كنت هنا امبارح. انا رغم ان انا تربيت على الدلع، عمري ما اتمرمطت ولا نمت نومه زي دي، بس حاسس انها براحه غريبه قوي غير القرف اللي انا كنت عايش فيه هناك. انا شفت ايام اسود من الليل، كنتش متخيل انك ممكن تقسى عليا كده. انا لو كنت كلمتك ساعتها ولا قلت لك اي حاجه كنت هبقى قاسي عليكي قوي، وانت مالكيش ذنب في اي حاجه. كان مستغربه ايه اللي خلاك تيجي هنا ومش ناوي امشي من هنا. يعني ايه؟ يعني بابا ابتدى هنا وكبر وكبرت فلوسه، حضرتك كنت مريحه بالي، عشان كده لما نزل مصر كان مطمن باله هيفضل مرتاح عشان حضرتك معاه. لكن انا شفت العذاب كله في مصر وجاي هنا بقى عشان ارتاح. انا ما عادليش حد هناك في مصر الا انت. تقوم تسيبني يا احمد؟ يا ماما انا ما اقدرش ابعد عنك يوم واحد، بس اللي انا شفته الفتره الاخيره كان فوق احتمالي. ومن مين؟ من اخويا. اخويا اللي اتربيت معاه وابويا رباني زيي زيه، وعمري ما حسسته في يوم بفرق بين حقوقي وحقوقه. حقك عليا يا احمد، يصير يعقل ويعرف قيمتك وقيمه اللي انت عملته معاه. يعقل ولا يتجنن يا ماما، خلاص ما بقتش فرق. اللي بقى بينا دلوقتي عداوه عيني عينك، ده وصلت كمان لاذيه المشاعر. ده سرق مني البنت اللي انا كنت بحبها وكنت خلاص هخطبها. هو سافر، لكن هي كمان سافله لانها بتبيعك لتاني مره. وانا ما بقتش شاري حد خلاص. ليش الكلمه دي يا احمد؟ بترعب يا ماما. انا ما اقدرش استغنى عنك ومحتاجك جنبي، بس ما اقدرش افرض عليك اختياري. مش جات لك انا وابويا وقلت له ان انت هتكمل السباكه والكهرباء واداك الفلوس؟ لا حول الله يا رب، روح ابعت لابوك انا اتفاهم معاه. انت بتتكلم كده ليه؟ انت شايفني عيل صغير قدامك؟ انت حرام، انا هوديك في 60 ده. بقول لك ايه؟ انا اتحملت جنابك كتير انت وابوك، كده كتير قوي، ملعون دي ابو 50 جنيه اللي تهزجني بيها، روح وقول لابوك اذا جه هنا هتخ. يا عم انت بتتكلم كده ازاي؟ الراجل اللي كنت قلت لك عليه جه وقال لي ان ابنه تعبان نفسيا. اداني 50 جنيه من اجل ما اقول ان فيلة عثمان بيه دي بتاعته. عملت اللي عليا، واخر المعروف ابنه جاي يطول عليا. يا عم يعني دي مش فيلة فريد ابو العيلة؟ فريد مين؟ انا معرفش فردان، دي فيلة عثمان بيه الطرابوسلي. طرابوسلي مين يا عم انت؟ ده مسافر وجاي هيخلصها واشتغل، وان جيت هنا انت ولا ابوك هضربكم بالنار. يا لهوي يا لهوي، يا دي المصيبة السودة. معقول يا طارق؟ الفيلا اكيد مش بتاعت ابوك. طب ما جايز يكون باعها ولا حاجه. باعها ايه يا ولد؟ بيقول لك مدي البواب 50 جنيه عشان يمثل قدام طارق انها بتاعته. انا مش قادر اصدق اللي بيحصل ده. طب هو ليه بيعمل كده اصلا؟ اكيد بقى كل الكلام اللي قاله كان كذب. دي تبقى واقعه مطينه يا صاحبي. امال كل الفلوس اللي انت سرقتها واديتها له دي كان بيعمل بيها ايه؟ والفلوس كمان اللي انا سحبتها من حسابي في البنك، ده انا ما بقاش معايا الا ملاليم. بص يا اخويا، انت تروح لابوك وتقول له انك عرفت كل حاجه
وهو بقى يفسر لك ايه الحكايه؟ يقول له ده ايه عبيطه؟ لا طبعا، اوعى تعمل كده دلوقتي، اسمع كلام. ليه؟ انت لازم تروح المحل اللي كان قالك ان هو اشتراه وهيعمله سنتر، وهناك لازم تتاكد بنفسك من كل حاجه عشان تبقى المواجهه واحده. المصيبه بقى ليكون المحل ده كمان او انت. وايه اللي يمنع يا عينيا؟ يبقى على كده كل الكلام اللي ماما قالته عليه طلع صح. ولسه بقى موضوع فلوس اللي بره وشغله ومشاريعه اللي هناك، يا عالم بقى دي رخرة ايه حكايتها؟ يا نهار اسود، دي تبقى مصيبه تانية. انا مش عارف المصايب دي تتحل ازاي. بقول لك ايه يا طروقه، انت يا اخويا تاخد بعضك وتلف لفه على الحاجات دي وتتاكد بنفسك، وساعتها بقى يحلها الحلال. قول لي، هو الناس اللي انت قلت لي ان هم رجال اعمال وكانوا بيتقابلوا في الشقه عند ابوك ما تعرف لهمش حنوان ولا اي حاجه؟ ولا حتى اعرف اساميهم. يا خيبتك يا ستاري، وعامل لي فيها يا اخويا مفتح وقال ايه بيضحك عليك من الهوا. استنى انا جاي معاك. انا مش متخيل اللي حصل ده، انا هتجنن. يا ابني انت ليه بس عامل في روحك كده؟ انت مش شايف المصايب اللي بتتحدف عليا؟ يا ابني ما انت لسه عارف حكايه الفيلا من شويه، وبعدين هتفرق ايه بقى الفيلا عن المحل؟ اه كله كدب في كدب. المهم انا عايزك بقى تهدى كده عشان تعرف انت هتعمل ايه بالظبط. هعمل ايه في ايه؟ انا خايف اروح له اكتشف ان هو مش ابويا من اصله. ان جيت للحق، الحكايه دي جت في دماغي قبل كده، بس اللي سكتني ان مامتك قالت ان ابوك. حتى المحل طلع كذبه؟ انا الراجل ده لو ما ادانيش فلوس اللي اديتها له كلها مليم مليم انا هقتله. يا جدع اهدى بقى، بطل الكلام الكبير ده. هو انت ايه، هتديها سرقه وتنيها اكل؟ انا لازم اكلمه واشوفه فين. الو، يا بابا انت فين؟ عايزك ضروري، عايزك وخلاص. صوتي ماله وانا بتكلم كويس اهو. اه بالمناسبه احب اقول لك ان رحت اطمن دلوقتي على الفيلا. الغفير ضرب لي تعظيم سلام طبعا، انا ابن صاحب البيت، قال لي ان كل حاجه ماشيه تمام التمام وعالي العال. ورحت المحل برضه، فرشوا لي هناك الارض ورد وقالوا لي كل حاجه زي الفل طبعا، ما انا ابن صاحب الملك الجديد. ساكت ليه يا بابا يا صاحب الاملاك؟ طارق حبيبي انت فاهم غلط. تعال لي بس، تعال انا مستنيك. مع السلامه. صحيح ليا 3 ايام في الشقه بس مش مهم، انا ماشي. طب المفتاح التاني فين يا باشا؟ مع طارق ابني، هو جاي دلوقتي، يبقى خده منه. لو هو حب يقعد في الشقه بقى ويمد العقد يبقى يقعد على مسؤوليته، انا ماليش دعوه. مع السلامه. مع السلامه يا باشا. تعالى معايا. لا يا عم انا مالي، انت اطلع كلم ابوك وانا هستناك هنا في العربيه، وحتى حرص احسن الونش يجي يرفعها. ونش ايه يا عم؟ هو في ونش دلوقتي؟ عموما انا هطلع اخد منه فلوسي وانزل على طول. خلاص مبقاش في اي حاجه يتعد لها. طالب ايه؟ نعم. والدك سال الشقه واداني المفتاح. ايه؟ امتى؟ لو كنت قدمت دقيقه واحده كنت لحقته، لسه ماشي دلوقتي. ازاي كده؟ انا لسه مكلمه وقال لي تعالى لي. هو قال لي اقول لك انه ساب الشقه، ولو سمحت هات مفتاح الشقه، واذا كنت عايز تقعد في الشقه وتمد العقد باسمك هو ملوش دعوه. المفتاح يا طارق بيه. خلاص انا موافقه، دي كلها افكار هايله وهتخلي شكل المحل يجنن. بس انا بقى عايزاك تراجع نفسك في الموضوع الاساسي تاني يا ماما. ما انا قلت لحضرتك ان انا مش همشي من هنا. حبيبي انت ارتحت لما جيت هنا عشان كانت نفسيتك تعبانه،
لكن هتستقر هنا ازاي؟ هو لسه المحل اتوضب ولا اشتغل حتى؟ مش مشكلة، أنا هوضب. طب أقول لك على حاجة، إحنا ننزل مصر سوا ونبقى نرجع نوضبه على رحمة. صدقيني لو قلت لك إن أنا بتاع في المكان وهو كده وعلى حاله ده. أنت عمرك ما أوحتني كده ولا صممت على رأيي. معلش يا ماما، غصب عني والله. طب يا حبيبي، هنتكلم في الموضوع بعدين. دلوقتي بقى احنا نروح اي لوكاندا عشان ننام فيها لحد ما شقتنا تتوضى. اوكي ماشي. طب هتعشيني فين بقى؟ زي ما اتفقنا. انا قمت من النوم بدري عشان احضر لحبيبتي ونور عيني وروح قلبي احلى فطار في الدنيا. ميرسي قوي يا حبيبي. ده اللي ميرسي يا حبيبتي، انك وافقت تحييني وترجعي لي من تاني. انت عارفه يا حنان، لو ما كنتش رجعتي لي والله كنت اتجننت. بصراحه انا اول ما احمد قال لي انك مش عايز تطلقني فكرت فعلا اني ارفع عليك دعوه خلع. عشان خاطري يا حنان، عشان خاطري يا حبيبتي ما تقوليش الكلمه دي تاني ابدا. انا مش هيبعدني عنك الا الموت. بلاش تجيب السيره الوحشه دي. طب يلا يا حبيبتي، خدي مني دي بقى عشان نلبس وننزل على طول. هنروح فين؟ هنبعد عن كل اللي ضايقنا وزعلنا عشان حبنا يرجع زي الاول واكتر شويه. هتسيب القتيل اللي جوه ده نايم لحد دلوقتي؟ هعمل له ايه بس؟ ده ما عرفش ينام بالليل ده لما نزل الاجزخانه جاب منوم. احسن، يستاهل. هو اللي عمله في امه واخوه ده شويه. ليه بس؟ ما هو كان عايز برضه يساعد ابوه عشان يبقى له شغل وفلوس لوحده وبيدعم فلوس اخوه. النبي تتوكس، ده هو الغل مالي قلبه وعمال يلوش في الناس شمال ويمين. الله، ما انت كنت موافقه ومديه لافكارك كمان. كنت فاكراها يبشبشها علينا، لكن يا اخويا كل ما ينهب كل ما ينشفها علينا اكتر. تصدق الواد ده مش ولا بد. ما هو لو كان عكمك بقرشين لكان هيبقى غلاوي ولا بيعمل حاجه وحش. طبعا كنت هسكت وابلع لساني. ما هو انت مش عارف الموني بيزغلل العين. طب اسكتي بقى بانه صحي. صباح الخير. صباح النور يا طارق. صباح النور يا عناية. اقعد افطر. ماليش نفس. لا لا لا، ده انت داخل على حرب طويله ولازم تسند قلبك وتبقى قدها. هحارب مين يا حسره؟ انا مش حاطه، مش لاقي له عنوان. هو لسه موبايله مقفول؟ حاولت اكلمه اول ما فتحت عيني لسه مقفول. الله، طب وانت هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد كده؟ ما تخافيش يا صافي، كلها يوم ولا اتنين وحمشي. صافي ناس ما تقصدش يا جدع. كراسي طارق، هو انت قعدك عندنا جديد ولا يعني جديد؟ بقول لك يا صافي، انا قاعد هنا بفلوسي، محدش فيكم بيصرف عليا مليم، واللي فيكم بيصرف عليا يجي يحاسبني. لا لا لا، ما احبكش وانت كده، اكرهك. جرالك يا جدع انت، انت شايط مننا ليه؟ ده احنا بنحبك وواقفين جنبك في كل حاجه. معلش يا عادل، انا اليومين دول ما بقتش طايق حد يكلمني. انا لايس ومش عارف اعمل ايه. ما هو لو تسمع كلامي تروح السنتر بتاع امك وتقف تشتغل فيه ب10 رجاله، ولما امك ترجع وتلاقيك سديت مكانها هتحن وتصالحك على اخوك وهو ترجع عشك، ما دام اللي هجرته عشانه غاوي طيران. ازاي بس يا جماعه اروح السنتر بعد اللي حصل؟ بس انت لازم تلاقي ابوك الاول عشان تعرف هتاخد منه ايه بالظبط. ما قدامكش غير كده. ده الاقي فين بس؟ ادي المبلغ اللي قدرت اتحصل عليه من طارق طول فتره قعادي معاه عشان ما كنتوش مصدقيني. انت خلاص بطلت تتكسف خالص. إذا كانت البنت شايفاك بعينيها مع شلة الأنس لسه بتقاوح؟
وبعدين بقى مفيش داعي اقول كلام ملوش لازمه. لا اخويا قول. انا ما خدت المبلغ من طارق استقليته الحقيقه. قعدت افكر اقول يا فيري تكبر المبلغ ده ازاي، تكبر المبلغ ده ازاي. فجاه نط قدام عيني شبح شله القرص، رحت طالبهم. قعدنا مع بعض لعبنا بارتيتا كوه ورا كوه. ضربت معايا، ضعفت المبلغ ورحت جايبه لكم. برافو عليك. بص يا قمر، اللي بيتكلم مجنون يا حبيبتي، واللي بيستمع عاقل. الكلام اللي بيقوله ابوكي ده يدخل الدماغ. لا ماما بصراحه، انجزي للحق، مفيش كلمه تدخل منه الدماغ. بس هو بابا كده في الفتره الاخيره ما كانش بيقول كلمه واحده صح. خص عليك يا قمر، ده انت حبيبي ابوكي ونن عناية من جوه. بص يا حبيبي، هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. انت يا فيري ما بقتش نافع ببصله خلاص، لا بتدخل قرش ولا بتطلع تعريفه، وانا بصراحه جبت اخري معاك. What do you mean يا وفاء، تقصدي ايه؟ قصدي ان شيل ده من ده، ارتاح ده عن ده، اديني فلوسي وخد كمبيالاتك، وكل واحد منا يروح لحال سبيله بقى. لا 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 يا فوق، بلاش اللون الغامق ده، احنا ما اتفقناش على كده. اه وانت هتقدري على بعدي برضو؟ ماشي ماشي بجد؟ يعني هتديني فلوسي خلاص؟ يا فوقة، أنا مديكي مبلغ قبل كده، خدي المبلغ ده عليه، هتحسي إنهم فلوس وشوية حب مني، ما أقدرش أعمل أكتر من كده. أمال يعني أنا جاهز واللي يريحك؟ طب أرتاح منين؟ أرتاح إزاي وأنت لاهب فلوسي؟ لاهب فلوسك واضح إنك بتتلككي وعايز تخلصي مني، أعمل أنا إيه؟ أمسك فيكي؟ ما عادش في حب خلاص يا وفاء؟ يعني ايه؟ قصدك ايه؟ قصدك ان انا ميت على الفلوس؟ بس بقى يا جماعه كفايه، حرام عليكم، روح ربنا فيا. احمد يا حبيبي، ما ينفعش انك تسيب الجمل بمحمل وتبيع القضيه وتيجي تقعد هنا كده وخلاص. انا ما بقاش عندي قضيه اصلا عشان ابيعها. انا فعلا قفلت، وحضرتك اكتر واحده عارفه ان انا شفت حاجات كتير قوي واستحملتها، اتهامات سخيفه وتصرفات. بعدين فضلت جاي على نفسي، بس خلاص ما اقدرش استحمل اكتر من كده. وطارق ده انا فعلا لو شفته هطلع فيه غلب السنين وقرف العمر اللي فات كله. بس مفيش حد هيتأذي من المقابله دي او المواجهه دي غير حضرتك. كل ده انا مقدراه وعارفاه وحاسه بيه، والدليل على كده ان انا جيت لك جري من غير ما افكر، وسبت الدنيا هناك مع كوكا، كل واحد في مشكلته وشغل بطنه مفتوح. ده انا حتى ما قلتش لجمال يعمل ايه في السنتر، ما فكرتش في اي حاجه ولا اي حد غيرك، لاني واثقه انك على حق وعارفه انك مظلوم. وانا قررت ما اتظلمش تاني ولا يوم واحد، ولو فضلت هناك هاخد حقي، يعني هاخد حقي. وصدقيني ده هيريحني قوي، بس هيتعبك، مش هتستحملي تشوفي ولادك ماسكين في بعض. الحكايه مش كده خالص، انا عايزاك بس تهدى وتفكر بشكل واقعي وعقلاني، مش بشكل خيالي ورومانسي. ايه الرومانسيه ولا الخياليه في ان انا عايز اعيش واستقر هنا؟ هو مش المكان ده بتاعنا وبتاع بابا الله يرحمه، وعشنا فيه سنين طويله وقضينا فيه ايام في منتهى الجمال؟ اجمل ايام العمر والله يا احمد. وانا عايز اعيش الايام دي تاني، وابعد عن الوجع اللي انا عشتها. اللي انا شفته منك مش قليل، حتى قبل ظهور ابوه في حياتنا اللي انت شايفاه سبب وحيد. لأنه لو ما كانش لقى عنده استعداد للغدر ما كانش عارف يأثر عليه أصلا. طب ما يا حنان بنته برضه، مش معنى يعني. طيب يا حبيبي خلاص، نفطر الأول وبعدين نقوم نتفسح شوية. ده أنا نسيت معلم سوري، وزي ما شفتها أول مرة مع باباك عايز أشوفها معاك تاني يا حبيب قلبي. ربنا يخليك لي. انت متاكد يا حسن ان فريد ده بقى متريش صح؟ يابا بقولك، واخد حته شقه في حته عماره في المانيال، البواب بتاعها ما بيقولوش غير يا باشا يا باشا. الله، فريد ابو العيله يتقال له يا باشا؟ عجبت لك يا زمن. ما انا بقى عشان كده هفضل متبت بايديا واسناني في البنت بنته دي بقى اللي هتنطرني نطره جامده قوي لقدام. ما هي بنته الوحيده، هتكوش على كل